لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أريد شرحا. الله يقول في كتابه الكريم أن ما حصلك، قل هل يستوي الذين يعلمون؟ لا يستوي الجهل مع المتعلمين، وخاصة الجهل بشرع الله وبسنن الله في الخلق لا يستوون مع الصالحين الذين يعلمون أن القرآن حق ويعلمون قول الله وقول رسوله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. واسمع الآية، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، ما الذي أصاب عقولكم؟ أصابها خلل حتى تظنوا أن الله يجعل المسلمين كالمجرمين؟